ومعنا عبر الانترنت سيد أمير المفرجي السياسي العراقي من باريس، مرحبا بكم سيد أمير. هناك مطالبات روسية وقبلها أمريكية والآن أوروبية للعبادي لفتح حوار مع أربيل، كيف تنظر إلى هذا الموقف، موقف العبادي من الحوار مع أربيل؟ مساء الخير، تحياتي لقناتكم ولا مشاهدي الرافدين. حياك الله. شيء طبيعي ان يعني الموقف الاوروبي والموقف الامريكي ايضا، لان ما نشر قبل ايام في صحيفه الواشنطن تايمز يظهر بان هناك يعني عدم رضا اوروبي على ما آلت اليه الامور بين اكراد العراق، كرد العراق، وبين الحكومه المركزيه في بغداد. ولكن كلنا نعرف بأن السياسة التي تتبعها الحكومة المركزية هي سياسة يعني لا يوجد فيها نوع من الاستقلال لشيء اسمه العراق. السياسة العراقية تتبع إلى أهواء إيران قبل كل شيء، وما حدث في العراق هو يعني سوى يعني ما يعني ما 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 رأيناه من تدخل إيراني في شؤون العراق الداخلية، إذ كانت شؤون العراق الداخلية السياسية في بغداد، والصراع الكردي العراقي العربي في بغداد. هناك يعني توصيات أوروبية خصوصا من قبل ألبانيا وفرنسا بإعطاء الشعب الكردي حقوقه الكاملة وضمن سيادة العراق، ولكن لحد الآن الاختلاف الموجود وقرب الانتخابات والصراع على السلطة بين السيد نوري المالكي والسيد حيدر العبادي عكر الأجواء لحد هذه اللحظة. ولكن أنا في تقديري الشخصي بأن لأن الأكراد له موقف ثقيل في مستقبل المشهد السياسي العراقي، سيكون هناك حل في النهاية، وسيقوم السيد حيدر العبادي باستغلال الفرصة وتحت ضغط أمريكي وأوروبي. طيب، نجرفان بارزاني أكد أن الحوار مع بغداد لم يبدأ، كيف تفسر هذا التصريح للبارزاني مع تصريحات أخرى لمسؤولين من بغداد أكدوا أن هناك لقاءات سرية قد حدثت بالفعل؟ شيء طبيعي، هناك لقاءات سرية، وحتى هناك تدخل إيراني يعني جديد من قبل سليماني، وهناك بعض الأخبار تقول بأنه كان موجود في أربيل قبل أيام. إذن هناك تمهيد لوجود حل بين يعني فصائل حزب الدعوة، للحزب الدعوة مقسوم إلى قسمين الآن، للفوز بالانتخابات ولاستغلال الموقف الكردي للوصول إلى يعني كرسي السلطة. لا أظن، أنا في رأيي أن الأكراد يعني لم يتباحثوا لحد الآن مع العراق، مع الحكومة العراقية، ولكن هناك يعني نوع من التباحث الذي لم تصل نتائجه إلى الحد الذي يرضي به الكرد، غير معلن. فلهذا طيب. أنا نعم، بخصوص الموقف الولايات المتحدة الأمريكية، إعلان من الخارجية الأمريكية بمساندة سلطات كردستان، تزامن هذا الإعلان مع حديث صحف أمريكية عن إساءة العبادي للأكراد، كيف تقرأ الموقف الأمريكي من الأزمة بين الجانبين بغداد وأربيل؟ أنا في تقديري أنه ليس باستطاعة السيد حيدر العبادي الخروج عن دائرة يعني الضغط الأمريكي، لأن السيد حيدر العبادي قد أتى إلى السلطة نظرا يعني تدخل أمريكي واضح لغرض دفع إيران يعني قليلا عن ما يحدث في العراق. إذن أنا في تقديري أنه السيد حيدر العبادي يعني لم يكن بهذه القساوة، ولكن لا تنسى يا سيدي بأن ما حدث بعد استفتاء كردستان وطلب الأخوة الكرد من الخروج من العراق كان له أثرا كبيرا على المشهد السياسي العراقي. فلهذا من هذه يعني المعلومة كان للسيد حيدر العبادي دورا يعني كان يعني مجبورا عليه، لأنه كان يخدم موقفه الشخصي، يعني مستقبله السياسي في العراق، والإظهار بأنه يعني في مكان يحافظ به على سيادة الدولة العراقية وعلى على عدم تفتيت العراق.
حتى صندوق النقد الدولي حذر بغداد من تقليل حصة كردستان العراق، أليست يعني هذه الضغوط تقلق حكومة العبادي من مختلف الجهات الدولية؟ في شيء طبيعي انه السيد حيدر العبادي يعني يعمل من اجل اجنده خاصه به، ولكن الاسره الدوليه والموقف الدولي من مشكله العراق هو يعني مخالف لما يتمناه بعض الساسه العراقيون. الان هناك يعني ضغط على الحكومه العراقيه من قبل فرنسا، من قبل المانيا، من قبل الولايات المتحده الامريكيه لايجاد حل يضمن الحقوق الكامله للشعب الكردي. هناك ضغوط يعني تستطيع هذه الدول ان يعني تفعلها عن طريق بنوك العالم، عن طريق المساعدات التي وعد بها العراق من قبل الأسرة الدولية بعد تحرير العراق من عصابات داعش. فلهذا أنا في نظري يعني الحكومة المركزية في العراق لا تستطيع أن تخرج عن الخط التي رسمته لها الولايات المتحدة، لأن يعني عمر الحكومة العراقية يعتمد على ما ستكون وما ستؤول علاقاتها مع الأسرة الدولية. نعم، شكرا جزيلا لك عبر الانترنت سيد أمين المفرجي السياسي العراقي من باريس.